ايه اللي حمسك بقى لانتاج عمل زي ده؟ وانت شايف ان ممكن البعض هيقول لك يعني مشاهيات السوق دلوقتي، لا محتاجين شويه بلطجه على شويه حاجات كده من المشاهيات يعني، انما ده عمل شويه بيخاطب العقل ويخاطب الوجدان، وفي ايضا الاكشن والايقاع السريع. ايه اللي حمسك قوي ليه؟ بص هقول لحضرتك حاجه. هو احنا الفكره دي بقالها فتره كبيره جدا بندور في دماغي، فكره ان انا نقدر نقدم كشركه شخصيه ما اتطرقتش قبل كده. يعني هي بدايه الخيط عندي ان انا حرس الريس ده عمر ما حد اتكلم عليه، وهو شخصيه اكيد وراها كواليس ووراها فكر وفراها تدريبات وحاجات كتيره جدا. فابتدت الفكره عندي ان انا عايز اقدم شخصيه شكلها جديد. من هنا بقى ما بيفرقش معايا السوق بيصنف نفسه، بمعنى ان العمل الكويس بيروح في حته وبقيه الاعمال بتروح في حته لوحدها من غير ما اتحرك اي حاجه، من غير سوشيال ميديا، من غير كتائب الكترونيه، من غير اي حاجه. العمل الكويس بيروح في حته لوحده، وده اللي حصل وفعلا فعلا. من البدايات بتلاقي في ناس تقول لك المسلسل الاعلى مشاهده، المسلسل، وتحاول ان تسوق لنفسها بهذا الشكل. كل المسلسلات ظل الرئيس سوق لنفسه يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، كل المسلسلات مع احترامي لكل المسلسلات السنه دي كان السباق قوي جدا، بس كل المسلسلات نمره واحد، ودي مشكله جامده جدا. انا مش عارف النجاح يقدر يستوعب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من غير ما نخبط في بعض. يعني ممكن الطبيعي ان 90 مليون مش هيتفرجوا على مسلسل واحد. يعني اكيد في ناس اتفرجت على مسلسلات كتير، في مسلسلات كتير نجحت واليوم في 24 ساعه يعني 24 ساعه واعداد وكده. كل واحد بيقول لك مسلسلي كل واحد حر طبعا يسوق نفسه بنفسه، ولكن انا الفكره عندنا كشركه ان احنا دايما نقدم حاجه تقعد لنا، غير زي ما بنكسب فلوس نكسب مكتبه، وده الاتفاق اللي احنا متفقين عليه كشركه انا ومحمد. لا وده مسلسل يبقى بالظبط، لانه بالزبط. الحقيقه يعني ما حارس شخصي للرئيس ده موجود مع السباق للحصول على معلومات بإيقاع سريع جدا، ده كان مهم يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا كان عندنا تارجت ان احنا نعمل مسلسل مش اكشن، لان فكره مسلسل اكشن دي موضوع خلص. احنا كنا بنعمل حاجه فيها احاسيس والناس تحس بالمأساة اللي فيها البطل ده. كونسبت اساسي ومهم، ازاي هذا الرجل اللي هو لغايه دلوقتي محافظ على كفاءته في التدريبات. احنا ابتدينا المسلسل هو في الجيم، فاحساسه ان هو راجل قادر انه بيحمي اكبر شخصيه في البلد، وقدر يحميه في ذروه من حياته، مش ما قدرش يحمي ابنه ومراته. هي دي المأساة الحياه اللي احنا مشينا وراها، هو ده مفتاح المسلسل. لان ازاي هو مش قادر، هو قال لك انا بحمي رئيس الجمهوريه فيموت مني، لا وحماه في واقعه مهمه، يعني واقعه تاريخيه مهمه جدا. ولما جه عند مراته وابنه ما عرفش، فهي دي ازاي انا يعني ازاي يعني هي دي مشكلته الحقيقيه.